مهماتنا في هذه البلاد أن نمد أيدينا لإخواننا من الجاليات المسلمة، وهذه من الواجبات وليست منة ولا مكرمة. لذلك نتعامل مع أبنائنا الصغار وإخواننا ممن هو في جيلنا وكبراءنا الذين هم أكبر منا سنا في موضع الإرشاد والنصيحة للنفس وللغير. لا نريد بذلك جزاء ولا شكورا إلا أن نأخذ بأيدي بعضنا إلى شطر النجاة، فإن الخطب عظيم كما ترون يا عباد الله. المفاسد التي تحيط بنا، المعاصي التي تحيط بنا، الخبث الذي بات يشق طريقه لكل شخص منا حتى في عطل بيته كثير. الشباب يا اخواننا تائهين، بعض الناس مساكين لا يحتاجون منا الا الى نصيحه. لذلك نحرص دوما على عمل بعض البرامج